متابعينا الكرام في الأردن، أسأل الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية المتوقعة لهذه الليلة ونهار يوم غد، حيث من المتوقع أن تسود أجواء باردة هذه الليلة في مناطق واسعة من المملكة مع نشاط متفرق أو متباعد للرياح ما بين الحين والآخر، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة. تتحول الأجواء في ساعات متأخرة من هذه الليلة تصبح شديدة البرودة في بعض مناطق الأغوار، في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية، بالإضافة إلى مناطق في قمم جبال الشرع. هذا ولا يستبعد أن تتشكل أو يتشكل الصقيع في تلك المناطق. نهار يوم غد أو قبل الانتقال نهار يوم غد، درجة حرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان كحد الأقصى 8 درجات مئوية، والأجواء يعني يظهر بها بعض الغيوم المتفرقة مع طقس بارد. نهار يوم غد يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. الأجواء تكون بوجه عام نستطيع أن نقول أنها باردة في أغلب المناطق، ظهور لبعض الغيوم المتفرقة، لكن هناك نشاط في سرعة الرياح، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت في أثناء هبوبها. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، يبدأها من إربد شمالا 18-9، جرش 16-10، عجلون 15-9، في المفرق 16 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، العاصمة عمان 14-8، السلط 18-13، مأدبة 16 إلى 8 درجات، في البحر الميت 22 إلى 14، وفي الزرقاء من 16 إلى 7 درجات مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك 13-5، الطفيلة 14-9، وفي معان 14 إلى 5، شبال الشراء من 13 إلى 7 درجات، في حين تكون في العقبة من 23 درجة مئوية في ساعة النهار، وتكون الصورة ليلا 14 درجة مئوية. المناطق الشرقية في رويشة 16-6، صفاوي 15-4، وفي الأزرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. هذا كانكم لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. دمتم بخير، إلى اللقاء.